اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم، وصل وسلم على سيدنا محمد ذي الجاه العظيم، وصل وسلم على سيدنا محمد ذي الفضل العميم، وصل وسلم على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. القتل أول جريمة لبني الإنسان على الأرض، وقد كان سببها السبب ذاته الذي أخرج آدم من الجنة، وهو الحسد. فوقع من ابن آدم ما حذر الله منه، فالحسد هو أول مداخل الشيطان. سيدي الإمام، هل عرفت لنا معنى الحسد؟ الحسد مرض عظيم وداء خطير يصيب الحاسد نفسه، فيأخذه الهم والغم. والحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وتكون مكللة بالصفات الذميمة كالغيرة والحقد والكراهية. وقانا الله شر الحسد والحاسدين. ما بال التوأمين اللذين ذهبا ولم يعودا؟ ها؟ مولاتي، لقد تحدثا عن آخرين معهما. ألم يعلما أنني أنا زنعانة ملكة الجن؟ أخفينا عنهما يا مولاتي حتى نعلم ما وراءهما. أجل، فقد قال إن هناك آخرين غيرهما. ابحثوا عنهم جميعا، أريد حشد الجنود والأتباع حتى تعود مملكتي من جديد، مملكتي التي دمرها ملائكة السماء. هيا هيا انطلقوا. لقد مات كبير الجن سوميا. ماذا سنفعل الآن؟ هل نذهب إلى إبليس وننضم إليه؟ أجل، نذهب إلى إبليس لنكون من جنوده. أنا لا أستطيع أن أنظر إلى عينيه، إنه يملأني رعباً. لا يجب أن نتسرع في اتخاذ القرار، لنستطلع أولاً أمر القوم الذين ذهب إليهم شاصر وباصر. نعم، يجب ألا نتورط مع أي فريق حتى نتبين الأمر. وماذا سيفعل أتباع سوميا بعد أن مات؟ لا شأن لنا، شاصر باصر. نعم. اذهبا بنا إلى هؤلاء الآخرين
هيا. النهر يجف والمراعي يصيبها الجد، وقابيل يحتكر الحنطة والثمار. لم يعد في الروابي ماء ولا شجر يعطي الثمار، ولم يعد أمام هابيل وإقليما إلا اللجوء لقابيل وأرضه، حيث الثمار والطعام لهم ولأغنامهم. هابيل، إني متعبة جدا، لم يعد لدينا ما نقتات به بعد أن جف النبع وأصبحت النباتات يابسة والأغنام جوعا. سأحاول البحث عن مرعى آخر وربما أجد نبع ماء. دعنا نذهب إلى أخينا قابيل، فعنده الحنطة والثمار. لا يا إقليمة، قابيل يكرهني وسيظهر الشماتة لي، وأخشى إن تواجهنا مرة أخرى أن يحدث ما لا يحمد عقباه. الجوع يرهقني يا هابيل، إلى متى ننتظر؟ حتى تعود السحب بالأمطار يجب أن نحتمل. لا، لم أعد أحتمل يا هابيل، إني ذاهبة إليه. إنهما يتضوران جوعاً، سيهلك الاثنان، إقليمة وهابيل. أيتها الغبية، لا يجب أن يموت الآن، يجب أن ينشب الصراع بينهم جميعاً ويقتتلوا، هكذا سيكون الأمر أكثر متعة. ترى من سيرتكب أول جريمة في تاريخ بني آدم، قابيل أم هابيل؟ المهم أن تقع الجريمة، أن يسيل الدم كي ينفطر قلب آدم وحواء. فلنترقب إذن. أشعر أن ساعة أحد هؤلاء الإخوة قد اقتربت، فأنا أشم رائحة الموت في كل مكان. اعصفي يا رياح الشر، اعصفي على الأرض. اقتربت ساعة الانتصار يا إبليس، حانت لحظة الانتقام من آدم وبنيه، فلتعصفي يا رياح الشر.